السلامة، أمس الخير عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات كوزينتنا. هكا صح رمضانكم كالعادة مع زوج شيفان توعنا اللي رايحين يرافقوكم طيلة هذا الشهر رمضان على نسمة في قناة العائلة. شيف مرحبا بك يا ريما، واش راكي؟ لاباس الحمد لله رزيقة، وانت كيفك؟ صح رمضانك. يسلمك انت زادة، عيشك. صح رمضانك شيف، واش راك؟ صح رمضانك رزيقة، صافا الحمد لله. انت صافا؟ وانت صافا؟ صافا بيان الحمد لله. اوفور كالعادة. ما غنبكش رمضان اليوم؟ لا بيان الحمد لله، على خاطر البارح ما سحرتش. نشوفوا مالا مع بعض واش حضروا لنا شيفان الحلقة اليوم. المنيو تاع اليوم كريمة واش كاين؟ اليوم ان شاء الله نديروا حاجة خفيفة. L'entrée, c'est des rondelles d'aubergine façon pizza. Hadja khfifa, sahla. Ouf, le plat principal, l'andirou sfiria. Sfiria? Sfiria. Sfiria, c'est un plat algérois. T'as les Algérois? T'as les Algérois. Les plats t'as agar, qu'a-t-il fait l'Algérois? Qu'a-t-il fait l'Algérois? Ou alèche le plat? Ça va nous permettre de récupérer le khobz, le khobz li yishourou, yuqa'at khirma normo. نديرو بيه ان بلا سي فري. على خاطر في رمضان كيما قلنا كاين بزاف الناس يرميو الخبز، دونك هذا الطبق الرئيسي نتاعنا اليوم. دونك الخبز كي يبس ما ترميوهش، نستعملوه في هذا الطبق اللي هو السفيريه. السفيريه دونك لونطري نتاعنا واش نسحقوا فيها؟ الوغ لونطري تاعنا عندي فيها لي زوبرجين، طوماطيش، لا موتزاريلا، المعدنوس، وشويه لو تان، فلفل كحل، وشويه ملح. ما نديروش لاباط تاع كيما داير بيتزا؟ نو 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 هذا فوق هادي، فوق الباذنجال هذا ندير لا طوماط تاعي، شويه موتزاريلا اي تو، نجمعو فوق. لونطخين تاعنا خفيفه وتتاكل سخونه ولا بارده؟ كيما حبيتي، تاكل سخونه وتقدر تاكل بارده. والطبق الرئيسي اللي هو السفيريه هكا. الوغ الطبق الرئيسي يندار بالدجاج. لازم بالدجاج. لازم بالدجاج، والبان اللي حبيت تبدل تقدر تبدل، بصح هو يحب الدجاج. على خاطر لاصوص تجي بيضة. فوالا. الوغ عندنا الدجاج، البصل، الزبدة، شوية لا لوفوغ، البيض، لا شابلوغ، فخوماج، الخبز هذا أنا حضرته. كيفاش درناه كريمة؟ الوغ هذا ترفدوا خبزة تاعكم شريتوها لافي. خليها توت لا نوي في الماء ولا في الحليب؟ نو في الحليب. انا هي كاين من قبل يديروها في الماء. ايه انا جبريفير في الحليب، الخاطر بالحليب يعطي يعطي بنة. فوالا دونك انا حضرته بالحليب. نحط الخبز تاعي في سالادي، نفرغ عليه الحليب، نخليه حتى يشرب بيان، ومن بعد نعصره. نحي لو سوربلو هذاك باش ما يجينيش بزاف جاري. ما نديرولوش ولا الملح. نو هكذا انا مازال ما درت والو. ومن بعد ندوزنو. داكوغ، عندي الحميصة. دونك هادو هما لي زانغغيديو اللي نسحقوهم في لونطخين تاع اليوم والطبق الرئيسي. نروح نشوفوا لو ديسير كالعادة مع شيف عبد السلام واش حضر الحلقة اليوم. مو ديسير تاعنا تاع اليوم كالعادة كما كل يوم نقول لكم بلي حاجة سهلة وبنينة بزاف. وسهل الواحد باش سهل ماشي حاجة ما طلبلوش كامل الوقت. عندنا ليمون فين شوكولا بيستاج. اهي. فوالا نسحقوا فارينة، نسحقوا بيبيتو شوكولا. لهنا انا توجور نقول لهم باللي مالغريتو ما لقيتوش لي بيبيتو شوكولا تقدروا ترومبلاسيوهم شوكولا كونكاسيمي، بصح تسيو برك تجيبوا لافون هذه، ما ديروهمش خشان وما ديروهمش رقاق بزاف. بيستاش رابي، شوكولا كونكاسي دوك تشوفوا واش حنديروا من بعد بها. الحليب، زبده، كثرت لنا الشوكولا هذا رمضان شافا حاجه مليحه. سكر لافاني حبه بيض ولا ليفور شيميك، هذا ما كانش نسحقو رزيق. هذو هما لي زانغغيديون، وبيان سور لازم نحترموا المقادير كالعاده باش يخرج لكم لو ديسير نتاعكم مليح. المقادير راحين يظهروا اسفل الشاشه. قبل ما نروحوا لو ديسير نبداو بيان سور كالعاده بلونتخي اللي خيرت اليوم الشيف باش دير لكم لونتخي سهله وبارده ولا سخونه، تقدروا تاكلوها بارده ولا سخونه. دي روندال نتاع باذنجال. باذنجال هنا راني باش نربح شويه وقت. قطعتو غونديل، درت له شويه زيت الزيتون، شويه ملح، نديرو في سنيوه ونحطوه في الفور 20 مينوت، ان كاردور 20 مينوت، نجبدو ومن بعد جو في الكارنيغ. ونخليوها هكا بالقشور شافه. نخلوها هكا بالقشور. داكوغ، دونك نبداو؟ نبداو، نجبد السنيوه تاعي. لو بابي كويسون نتاع وفاء، انا الورق وفاء ما يخطينيش من الكوزينه، دونك باش تحافظوا على السنيوه نتاعكم. نحطوا ورق وفا بابي كويسون. البابي كويسون كما نعرفوا تقدروا تطيبوا فيه على خاطر يقاوم درجه الحراره باكثر من 200 درجه.
نسحقوا ديروا لا زيت لا والو، حاجه ما تلصق فوق هذا البابيي، ميم في لي غاتو في كل حاجه. هيا وهكذا باش ما نغسلش بزاف المواعن اوسي. نشعل لك الفور كريمه شحال يطيبوه؟ يطيبوه نطيبوهم ان كارد اور 180 دغري سي بون 180 15 دقيقة. كما شفتوا انا الكوزينه تاعي كالعاده تاع كونفيا باي كوندور، دونك الكوزينه تاعي راهي كاع مأثه بالادوات الكهرومنزليه، والكوزينه تاعي هذا العام على بالي بلي عجبتكم انتم، ولا عجبتكم الكوزينه تاعي عليكم غير باش تتجهوا الكونفيا باي كوندور وتختاروا اللون اللي تحبوه، هما يعملوها لكم سور ميزور على حساب الكوزينه تاعكم وكيما تحبوها وباسوام جد جد معقوله. وحنا عمرناهم بهذه الطريقه، وانتم واش عندكم في الدار تقدروا تزيدوا بيان سور تحبي لا غارنيتور اللي تحبيها الفرماج يجي ثاني. انا حندير موتزاريلا، اللي ما عندهاش موتزاريلا تقدر دير الكروير فرماج غابي ثاني يجي فرماج غابي. وي نعطي لك الورق وفاء كريمه، انا ورق وفاء اللي ما يخطينيش من الكوزينه كالعاده، ورق وفاء اللي رافقنا في كل بلاصه. الورق وفاء عندهم مجموعه كبيره من الاوراق الوفاء، عندهم لي مشوار بابي، عندهم لي لهجات اللي هما جدد عملوهم مجموعه وفاء للبشره، خاصه اللي عندهم بشره حساسه. وهاد لي لهجات وفاء دونك هما جدد عملوهم وفاء هاد العام، تقدروا تحطوهم في طوموبيل تاعكم ولا في الصالون ولا في الكوزينه، وتقدروا ثاني تستعملوهم باش تنحيو بهم لو ماكياج. دونك ما عليكم غير على لي لهجات نتاع وفاء. لو فروماج دونك نقطعوه دي بتي مورسو ونحطوهم فوق الفوق باذنجان. هذا ما كان كريم ياخ نزيد له الزعتر ونروحوا نبداو بلو ديسير نتاع حلقه اليوم. الحاجه الاولى اللي نديروها ندوبوا الزبده باسكو نسحقوها شويه بارده، ما نسحقوهاش سخونه بزاف. ما ندوبوهاش بزاف؟ لا لا ندوبوها ما نسحقوهاش سخونه بزاف. اه تقدروا دونك فوق النار تذوبوها ولا تستعملوا لو ميكروند نتاعنا ميكروند كوندا. فوالا نجيبوا صلادي ونبداو هنا ماذا بيا يتبعوني مليح. اها نتبعوك شاف، انا وحده راح نتبع باش نولي نديرو هاد لو ديسير وحدي ماشي حتى نعيط لك. فوالا نخلطو فارينا. اها وانا هنا كيما كل يوم نقولهم بلي لافارين نتبعها بين بانسيت سال، انا كنت درت لها بانسيت سال باش ماشي توجور حندي من عند دونك الفارينة باش على خاطر الفارينة كيما نعرفوها شوية ماسطة ولا صامتة. صامتة فوالا، أنا نحب كي ندير لها هذيك بانسيت سال نحيوها شوية. فوالا كريم عطي لنا شوية الملح. بصح شوية برك ماشي بزاف. دونك خلطنا الفارينة وخلطنا السكر كيما قلت لكم، المقادير راحين يظهروا لكم أسفل الشاشة. والزبدة تمتم راهي دابت نحطوها برك كي تبرد باش نخليوها في هاد لاباري. اها ونطمو لابا ديالي بالحليب. لاباط بالحليب ماشي بالبيض شيف. عندي حبه بيض لهنا نزيدو. هنا نبداو بالحليب. امور الحليب تاني كلشي تبعو لافاني. كاين اللي ما يحبش ريحه الحليب وكاين اللي ما يحبش ريحه البيض. البيض فوالا انا لهنا درتهم في الوسط باش اللي ما يحبش ريحه الحليب كاين لافاني، واللي ما يحبش ريحه دونك لو ديسير نتاعنا يكون ريحته بالافاني. فوالا ونخلطوا رزيقه ونقدروا تعوضوا الاكستري دو فاني هذا بسكر فاني. لا لا اللي ما عندهاش واش راح ندير؟ ونزيدوا عليها الحبه بيض. ونزيدوا عليها حبه بيض بعد باردون رزيقة عبالك تلمو راني بالك نزرو باش نكمل نسيت نورمال مول هنا الشوكولاتة اللي كون كاسيتها هكا نحطوها مع الزبدة. خلاص دي مازال ما بدينا الشاف غير بكر مدان راه. لا لا ماشي بروبليم، ما الزبدة لهنا راهي سخونة راهي تذوب. نحطوا شوكولاتة ديجا راهي ذابت ونخلوها. فوالا علاش قلت لك لهنا نسحقوا شيكولا تاعي تكون كون كاسي مليح باش نحطوها غير مع الزبدة تمتم تذوب ونخلوها تذوب غير بالعقل. وحنا من طول انا نخلطوا في لاباري بلا نخليك شاف نخليو شوكولا مع الزبده لازم تبرد ما نحطوهاش سخونه في لو ميلونج تاعنا. اول حاجه نبداو دونك نديرو
نحط هذا الزبده. نحطوا الزبده في لي صوص بلونش اون جينيرال، نحطوا ديما زبده ولا سمن، زبده ولا سمن، ونخلطوها بشويه زيت على خاطر الزبده ولا سمن زيت تعطينا قوم مليح. ايه شوف، وسورتو نديروا الزيت باش الزبده ما تتحرقش. ايه وهنا دجاج، هنا دجاج كالعاده باش ما تقعد لكم شريحه نتاع دجاج، كي تغسلوه حطوا ديما شويه ملح وشويه الخل، الملح والخل غسلوه مليح وتنقص ريحه تاع الدجاج. الدجاج تاعي نحمره شويه باش ما يقعدليش بيض هكا، لازم نخليوه يتحمر. نخليوه يتحمر ونروحوا لكريمه. وين راح نرحي البصل؟ وين راح ترحيه؟ نرحي في الاشوار تاع كوندور. لو اشوار نتاع كوندور كيما شفتوه هذايا الحجم، انا خيرت حجم صغير وانتم تقدروا تخيروا الحجم اللي حبيتوه، دو اللون اللي تحبوه اللي هو الكوزينه تاعكم. يعاون بزاف المراه في الكوزينه، خاصه كي تقطع اي حاجه لو اشوار معناها يقطع مليح فوالا، وسورتو تحافظي على صبعتك العزاز. نقطعو هكا غوسيرمون باش يجي كيف كيف. شفتوا تمتم البصل قطعناه وما تجيش واحد شويه صغير، واحد صغير واحد كبير، دونك فوالا فوالا تحصلنا على البصل نتاعنا في دقيقه، في 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 زوج ثواني. زوج ثواني يعطيك الصحه. ميرسي. نحمروا شويه وبعد نزيد البصل. خليك شاف على خاطر هنا طبق نتاعنا الدجاج لازم له يتحمر، لازم يعطي لنا لون ذهبي شويه، مذهب شويه. نروحوا نشوفوا شاف عبد السلام. دونك خلينا الشوكولا بردت، بردت مع الزبده، مع الزبده وي. ونروح نحطوا لا ليفور شيميك. فيها لا ليفور، فيها لا ليفور شيميك بيان سور، باسكو لهنا هو راح يديفلوبا لي ليمونفين ديالي. ونزيد نخلط مره واحده اخرى. ما بعد نزيدو نديرو شوي كولا اللي دابت مع الزبدة ونخلطوه بالعقل. من دوك راهو يشهي فيك. شكون اللي ما يشوفش الشوكولا وما يحبش يذوقها شاف؟ ونقولو تاني شاف اليوم بون ما طيبتهمش في لي بواط المينيوم نتاع وفاء، تقدروا هاد لو ديسير يطيب تاني في ولا ما عندكمش مول ولا لي فيرين تقدروا تطيبوهم في هاد لي بواط نتاع الومنيوم. دونك هاد لي بواط نتاع الومنيوم نتاع وفاء تقدروا تطيبوا فيهم وتقدروا تدخلوهم داخل الفوق، وميم طون تقدروا تحطوا فيهم اي حاجه خاصه في هذا الشهر رمضان. نعرفوا نحبوا نذوقوا جيراننا واحبابنا وعائلتنا، كاين الغطاء نتاعهم تغطيوهم مليح وتديهم بريزونتابل وتهديهم للناس حبابكم تحطوا فيهم الماكله. وعندهم حجم صغير وحجم كبير وحجم متوسط، الوان واشكال. دوكا رزيقه نزيدوا لي بيبيتو شوكولا هما الاخرين مع البيستاش. والبيستاش نزيدوه لداخل، نزيدوه لداخل هنا. نزيدوا لداخل البيستاش ومع داتيك لي كلو شوا، الا حبت تزيد تخلي شويه باش ديكوري من الفوق ولا ما تخليش ولا سا ديبون. هنا الديكور احنا نديكوريو لهم ونوريو لهم كيفاش، وبعد هما يدبروا راسهم في الدار. كل واحد كشي ديكوري. ونخلطوه مليح ونروحوا الدجاج تحمر كريمه. صافا نزيدو البصل كمان كميه كبيره تاع البصل كريمه. لا ما درتوش كاع. في لي صوص بلانش ديما نحطوا فلفل كحل والملح وزعفران والقرفه. لا 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 ما نديروش زعفران في السفيريه، هذا ما كانوا نمرقوا. نزيد الحميصه. الحميصه On utilise la bouilloire تاع كوندور. تاع كوندور ديما كيما شفتوا الشكل نتاعها شباب، وكاين حجم صغير وحجم كبير، وكاين الوان اللي تحبوا عليهم، اللي هو الملكوزينه تاعكم جوده عاليه واسوام جد معقوله. كوندور كالعاده تفرح بنا،
شفت عندنا دي روبو دي ميكسور ل زيتنا لي بيان ايكيبي دونك يعطيهم صحه كون جماعه كوندور نقول لهم صحه رمضانكم ما نديروش بزاف الماء كيما العاده انيفو لازم اللحم تاعنا يتغطى ونخليو الطنجره تاعنا طيب حتى حتى تغلي باش نروحو نديرو لي بولات نتاع هادو ماشي في المرقه زيقه هادو ندوزنهم هكذا اون فا فير دي بولات نقليوهم دونك نروح نشوف قبل عبد السلام دونك عبد السلام كيفاش سي بون لي موفين ديالنا راهم واجدين لا لا ما نتكلوش هكذا راح قلت لي سي بون باقي كملتهم برك رزيقه ونعمروهم نعمروهم على بها قلت لكم تعمروهم هكا في كل دي قبلي لا نقدروا نعمروهم لا هادو ما يدخلوا للفرن ما يصرا لهم والو هادو ما ولا لي بواطا على ولا لي بواطا اللي من يوم نتاع وفا دونك شفتوا لو ميلونج تاعنا ما يجيش عاقد بزاف وما يجيش جاري وفيهم لا لوفور دونك نورمالمون شفنا نعمروهمش ما نعمروهمش شوفوا هذا راهي تحفظ دونك شاف نخليك تكمل تعمرهم شاف وين نروحوا دوكا الوغ دوكا نوجدوا سفيريه السفيريه تاع الخبز اللي قلنا شمخناه وقعد كومام مده ايه لازم يشرب بيان ساعه ساعتين ايه يقعد نص ساعه ساعه وجديه وجديه وروح يدير حاجه اخرى وعاودي يولي له ويقعد في الحليب وبعد نحيلو نعصرو اذا كان شرب بيان الخبز هذاك سي بون بعد ما نعصرو فيه مي دي فوا يقعد شويه دونك نعصروه دونك ناس زمان يديروه بالماء حنا نديروه بالحليب بالحليب خير بالماء يجي الحليب يجي بنين صامت يجي صامت فوالا مسط مسط التوانسه يقولوا مسط فوالا هنا دوكا البيض نديروه بالعقل علاش باش ما يتحرحرلكش بزاف ندير شويه على لوفور علاش ندير لا لوفور زيقه علاش باش تجيني خفيف كاين 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 نقليهم ما يجوش هكا لا لوفور ما يجوش مع الجنين فوالا لا لوفور تطريهم شويه ندير شويه لا لوفور تطريهم ويجيو خفاف دونك نحطو شويه برك لا لوفور فوالا لو فروماج كيف كيف شويه كثري الفرماج كريمه كثري اليوم نكملوا عليها والفرماج والشوكولا الوغ وخليها تخلى لو فروماج اللي عندها فروماج رابي دير فروماج رابي سينون دير لو فروماج فوندو فروماج رابي خير فروماج رابي يبنن خير يبنن مي اللي ما عندهاش فروماج رابي دير فروماج اون بورسيون الوغ شويه في الكحل شي طاح في لافيرشان شطح الملح شويه كان الملح باسكو لو بان ايلي سالي والفروماج والفروماج دونك شويه كان ملح وبيان سور القرفه القرفه اون بودر تعرفوا الشيف كريمه تموت على القرفه ما جادوق والناس اللي ما نعرف كاين بزاف ناس ما يحبوش القرفه تقدروا ما تستعملوهاش نقدروا نستغناو عليها دونك نبدا نخلط بالبيض نلموا لا فارس تاع الخبز والفرماج بالبيض حبه بيض لازم بلا عقل باش ما تخدعكمش لا فارس تولي ما تجيش جاريه جاريه دونك نخليك يا كريمه لازم نخلطوا مليح للخبز بالفرماج والبيض مادام الطنجره نتاعنا راهي طيب وشاف لو ديسير نتاعك يتحط في لوفو فاصل صغير نعاود نرجع لكم رجعنا باش نكملوا الطبق الرئيسي اللي هو السفيريه دونك الخليط نتاعنا لافارس فوالا وجدت وخلينا الزيت تسخن الزيت لازم تسخن دونك نقليوهم فوالا دونك نوجدو والشكل تاعهم كيفاش راح يكون شيف راح نديروه افيك دو كويير هكذا بون اللي ما تعرفش ولا ال بو با الفير تقدر دير ب على خاطر باليد هكذا صافي ما يجيو شويه نقدروا سي تري فاسيل شوفي والشكل نتاع باش نعطيو لهم هذا الشكل فوالا ساهلين ايه تكون بيان ليس ونحطوها تتقلى فوالا كي نحيو اي حاجه من الزيت كي العاده لو بابي وفا نحط لك طبسيشه هاد سي راح تعاوني
شوفي معنا زيفا. ايه بيان سور. وشنو؟ يجي يعاوني عبد السلام فخيتو. ها هاي عبد السلام. معليش جيت تقلي لي طوني. هاي لو طون يطيبو لي موفين تاعك. كاين قال لك في الدار ما يحبش يمس الكوزيني ما يحبش ياكل الماكله نتاعو. لا لا كيما واحد كي نكون في الخدمه نطيب ومن بعد نزيد نروح للدار نطيب بزاف. ما تقدرش. كيما نكونش خدام يا با بروبليم ندخل ونعاوني ما في الكوزينه ومن ذاك نقولها ما ديري والو اليوم الفطور عليا. ربي يخليها لك. يحييها بيان سور. اه وي ربي يخليها لك دونك. ان شاء الله. عندها ولد كيما هذا ما شاء الله يقولها ريحي ما انا ندير لك الفطور. هي صح سي نورمال. بلا نهدو لك واحد الاغنيه تاع الامهات تاع داير تاع كريمه تعرفيها كريمه نعرفها كيفاش تبدا هي اي مالو كانو في قربي مرضى مغلي هذاك مغيض غسا هذاك مغيض غسا اي مالو كانو في هذا محكوغ الفاضنا وكربي ماذا مغلي ولو يحوج لحننا أي مالو كانوا فيغ كربي مرذا مغلي هذا محكوغ الفاضنا ولو يحوج لحننا أي مالو كانوا فيغ كربي مرذا مغلي أي ما عزيزنا الدسا نعطيك الصحة هذه الغنية كل ما نغني هاد الغنية تجيب لي هاد الغنية نهديها كامل الأمهات نقول لهم ربي يحفظكم ولي توفام نقول لهم ربي يرحمهم إن شاء الله هذا هذا السينيغي ماذا عني متى عزيز السينيغ كمي جربي إن شاء الله هامي سوف صفر بيدي العمار إن شاء الله تبتنا الدموع هذوك نغني لكم واحدة تاع الفرحة كي تكملي الطبق نتاع كريمة مادام نتوما تكملوا نروح نحي كريمه لهذوك لي بيتزا اللي خليناهم اوبرجين فوالا طابو حبيبه هكذا تسحقيهم كريمه ما نزيدلهمش لا لا سي بون الفرماج هذاك داب لو فرماج داب بون حنا درنا كونتيتي صغيره على خاطر اليوم كريمه بصح حبت لنا نعملوا ريجيم نحيهم في الطبسي كريمه ومن بعد نشوفوا لو دريساج داكور شفتوا علاش قلت لكم اي حاجه تحطوها في السنيوا تحطوا قبل لو بابي كويسون نتاع وفا حاجه ما تلصق فيه ما لصقوش والسنيوا تاعكم تقعد نقيه سي بون خليك تقيه عليك خفيه يعطيك الصحه عبد السلام بلا مزيه يعطيك الصحه شاف بلا مزيه رزيقه عبد السلام يكونوا طابوا نروحوا نشوفوهم وي وكيفاش قلعوا يا رزيقه الله الله ويحتهم وشحال بنينه يا رزيقه بنا على بنا يعطيك الصحه شفتوا علاش قال لكم الشيف ما نفتحوش الفور ما نفتحوش الفور باسكو غير بداو يطلعوا نفتحوا الفور السخانه راح بون الفور ديالنا راح تنقص درجه الحراره ديالو او راح يعاودوا يحفقوا وحنا ما راناش حابينهم وما راحش يعاودوا يطلعوا باسكو فاتوا يحفقوا وهذا لو ديسير نقدروا ناكلوه انا منافي مع من غلاس كيما تحبي رزيقه انت توجور تحبي تبدلي اي حاجه هكا تاع شوكولا كيما ما نعرفش تجيني هكا معايا بول دو غلاس يجي مليح ولا مع كاين صح بول دو غلاس كاين يتنتكل مع الفوندون إيه؟ كاين دي ديسار اللي ينتكلوا مع لي كلاص ولا مع الجو هكا كيما نعرف انا يجي بارد خاصة وقت الفاكية الفخاز بانان وشاف في لي فخوي نعصروهم في هذيك العصارة نتاع كوندور سهلة وتعصر مليح سهلة وتعصر مليح انا خيرت هذا اللون اللي يوالم الكوزينة نتاعي لو غري بالروج وخيرتها صغيرة انتم تقدروا تخيروا الحجم اللي تحبوا عليه خاصة في شهر رمضان كما قلت لازمنا مشروبات الباردة الباردة وسورتو في الصيف سورتو في الصيف شاف نخليك مالا تنحيهم سني ونشوفوا لو دريساج كياري ما كملتي قليتيهم المرقة نتاعنا هاي ليك هاي طيبة فوالا ما درناش بزاف الماء وجات خاثره على خاطر حطينا مليح مليح البصل ورحيناه بيان الدجاج طاب سور طاب وي هاي لا صوص نسحقوها هكذا يا خاثره نسحقوها هكذا خاثره تجيش خفيفه على خاطر فيها غير الحميصه وشويه دجاج وهذوما نحطوهم هنايا
وهذو نقدروا ثاني نزيدوا معاهم شويه معدنوس وشويه شلاضه، ولا عندكم شربه ثاني ولا سوب حتى ولا قعدت من البارح. باذنجان لي روندال تاع باذنجان دونك سي بون كاري، مزيد لهم شويه معدنوس. ما يحبش الزيتون ما يديرش، مش كيتش كاين اللي ما يحبش الزيتون. الناس كاع تحبها كان سي بون. عطيني شويه قارص. ديما في لي صوص بلونش نحطوا قارص ونعطيك شويه معدنوس. وي شويه معدنوس، قارص وشويه معدنوس، ونروحوا للشيف عبد السلام. دونك لو دريساج نتاع لو ديسير نتاعك كيما قلت لكم تاكلوهم في السهره ولا في السحور؟ سي بون دريساج، دريساج كل واحد كشي يحب يدريزي. انت كيفاش راح دير لو دريساج اليوم؟ انا توجور سامبل. يا با ميو كلا سامبل. ما نكونفليكيش الحاله. وشويه بيستاش. انا كل واحد وكيفاش كيما قال لكم تقدروا تعوضوا البيستاش باللوز ولا بالجوز ولا بالكاوكاو. المنيو خفيف وسهل، واكيد تبعتوا حلقه اليوم ككل حلقات كوزينتنا هكا، واكيد باش تجربوه حاجه بنينه وسهله. ما علينا غير باش نقولوا شاف يعطيكم الصحه كي قعدتوا معنا، صحه شريبتكم، صحه الشرفانون. انا ملاذي تذولتني ضمن من حلقه جديده من حلقات كوزينتنا هكا، صحه الفضل نون.